شكرت الجهود المبذولة للتصدي لانتشار المتحور أوميكرون والعلاقات الأمريكية الروسية والنمو الاقتصادي في المكسيك أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمامات الصحف الصادرة اليوم في أمريكا الشمالية. وهكذا كتبت وول ستريت جورنال أن إدارة بايدن تكثف جهودها لمحاربة انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى، مضيفة أن البيت الأبيض يخطط لتوزيع ملايين اختبارات كوفيد-19 مجانا على المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأضافت اليومية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لإبقاء المدارس مفتوحة على الرغم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما المتحور الجديد أوميكرون، مشيرة إلى أن الحكومة الفيدرالية ستبدأ هذه العملية بتقديم 5 ملايين اختبار كل شهر. وفي إشارة إلى العلاقات الأمريكية الروسية، كتبت واشنطن بوست أن الزعماء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يتجهون نحو إعلان عقوبات جديدة على روسيا إذا اجتاحت الأخيرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا النهج يحظى بدعم البيت الأبيض. وأضافت اليومية أن هذا الجهد الذي يقوده رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز يوفر مخرجا فعالا للديمقراطيين الذين ترددوا علنا على التصويت لصالح مشروع قانون يوبخ روسيا بشأن خط الغاز المثير للجدل نورد ستريم 2. وفي المكسيك أبرزت إل سول دي ميخيكو أن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريب خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المكسيكي إلى 2.9% في سنة 2022، وأوضحت اليومية أن الاقتصاد المكسيكي سيسجل نموا أبطأ من اقتصادي هندوراس وغواتيمالا، واللذين يرتقب أن ينموا ب 4.5 و 4.3% على التوالي،